بعد ما شفنا عرض Kingdom Hearts في معرض E3 2017 عرفنا موعد صدور Kingdom Hearts 3 انه حينزل في بداية 2018 وشوية، وانا اعرف انه الجميع متحمس انه يلعب هذه اللعبة ومستنيها بفارغ الصبر. سألت تسويا نومورا اسئلة كثيرة، راح اسيب لكم الرابط تحت في خانة الوصف، تقدروا تدخلوا تحصلونها الاسئلة كاملة لكن بالانجليزي هي. فانا بدال يعني ما اعطيكم كل الاسئلة كلها، في سؤال لفت انتباهي من هذا المعجب لما سألت تسويا نومورا، قال له: هل سبق لك ان تتصور ان يكون لمملكة القلوب فيلم CGI؟ معنى كلمة CGI فيلم انيميشن شبه واقعي زي فيلم فاينل فانتسي 7 وفاينل فانتسي 15. رد عليه كذا قال له: ما اتوقع انه في فيلم راح يصير يعني سينمائي، انه الموضوع صعب وما نقدر ندمج قصة في قصة ثانية في خصوص مملكة القلوب، وبطبيعة الحال احنا عندنا 15 سنة صار لنا نشتغل على هذا الموضوع، ومو بالسهولة هذه نقدر نسوي فيلم، وإذا سووا فيلم زي بقية الأفلام الثلاثة اللي شفناها في البلايستيشن 4 اللي هو إكس كوفر و ميموري أوف شاين و 395 داي مدري 365 مدري 359 الزبدة، إنه في أيام صايرة. عموما هو قال إنه ديزني طلبت هذا الموضوع وكانت مهتمة بشدة إنه يكون لكيندوم هارتس فيلم، فكيندوم هارتس يعني إذا كان له فيلم هذا الشيء حيكون خرافي، حيكون مكسب أولا للشركة، رأس مال عالي، زيادة شعبية وحب الجمهور للعبة بشكل أكثر، وسيتم إحياء اللعبة بشكل مو طبيعي. فعشان كذا تتسوي نومورا قال: والله صراحة إذا طلبوا مني هذا الشيء ديزني أنا ما راح أقصر، بس إني أحتاج فريق دعم مسؤول عن هذا القسم، ولازم كمان نجيب قصة وندمجها مع اللعبة يعني أحداث كاملة أو أي حاجة من هالكلام. فقال له: ما زلت لم أتوصل إلى قرار حول ما سوف يحدث، لكن سنحاول أنا والدعم أن نفعل شيء يليق بسمعة مملكة القلوب وسكوير إنكس. تتسوي نومورا صار له سنين طويلة يشتغل في مجال التصميم والإخراج. عموما يا جماعة إن شاء الله يكون في فيلم لكينغدوم هارتس له علاقة بكينغدوم هارتس 3، وكينغدوم هارتس 3 على وشك إنه ينزل. هذا اللي عندي اليوم، وإن شاء الله إذا في أخبار جديدة ما بقصر معكم. لا تنسونا لايك وسبسكرايب. كان معكم حسام، في أمان الله.